رجاء وأمل في الحياة بلا ملل، في احتياجي وفي العمل، في امتحاني وفي الألم. لو نزلت للحبيب برضه لسه في أمل. هو إيه معنى الحياة لو مفيش فيها أمل؟ لي رجاء وأمل. اهلا بيكي اختي المشاهده في حلقه جديده من برنامجك ليا رجاء. انا بصلي ان ربنا النهارده يبارك حياتك بصفه شخصيه وخاصه جدا. انا سعيده تكون معايا النهارده في الاستوديو في برنامج ليا رجاء اخت وصديقه عزيزه منى برسوم. اهلا بيكي منى في الاستوديو معانا. اهلا كريستين. انا متاكده ان ربنا النهارده يتكلم لاعماقنا، ومن الامثله البسيطه اللي بتاعت الكتاب المقدس يوضح لينا مفاهيم كتيره كنا فاهمينها خطا. امين. ايه رايك نبتدي نسمع الحدوته بتاعت النهارده مع بعض؟ حكايه اليوم قصيره تتحكي في سطرين عن واحده ارمله وفقيره ومن اعوزها اعطت فلسين. يسوع قاعد عند الخزنه يشوف الناس بتحط تبرعات، الاغنياء جايين بتقلهم يرموها تعمل أصوات. جات المرأة الفقيرة وكان عطاها فلسين، مدحها يسوع وقال للأغنياء اللي عندها حطتهم وكانوا فلسين. يا ترى من فيكم الغني ومين المسكين؟ عايز تعطي؟ فكر في نفسك واذكر خالقك أيام شبابك قبل ما تروح الأيام السهلة وتيجي النهاية في غفلة. ايه رايك يا منى في الحدوته بتاعت النهارده للارمله الفقيره اللي ادت من اعوازها؟ الحقيقه كريستين الحدوته جميله قوي وفيها كلام يمكن يبان غريب، يمكن يبان مش مفهوم، لكن ليه معاني جميله قوي، وهنحاول النهارده نعرفها ونتامل فيها. بتكلم عن الغنى، ايه الغنى ده؟ ايه هل انا معايا فلوس كتير انا معيش؟ بتتكلم عن مفهوم جديد للموضوع ده، وهنحاول نفهمه مع بعض كلنا. فأنا متشوقة قوي إني نتكلم عن الموضوع ده. والحقيقة الحدوتة قالت حاجات كتير قوي عن مفهوم جديد بتعلمه كلمة ربنا عن نعم. الغنى. طب تقدري توضح لنا بصورة عملية أكتر إيه المفهوم الجديد؟ أو كمان يمكن نبتدي إيه المفهوم الخاطئ اللي احنا فاهمينه عن العطاء وإيه اللي ربنا فعلا يقصده من المثل ده؟ صحيح. كلمة ربنا بتقول لنا في إنجيل مرقس أصحاح 12 وعدد 41 بيقول إن المسيح يسوع جلس تجاه الخزانة ونظر كيف يلقي الجميع نحاس. واضح قوي إن يسوع قصد إنه يعمل حاجة زي كده، قصد إنه يقعد تجاه الخزانة. وبعدين بيقول إنه نظر كيف، غريبة قوي انه ما قالش نظر كم الناس بتدي. ودي نقطة جوهرية قوي في العطاء. المسيح كان قصده انه يشوف ازاي الناس بتلقي، وهنا بينبر قوي على كيف، يعني اتجاه قلبي. عشان كده المرأة كانت مميزة عند المسيح. المرأة كانت اتجاه قلبها رغم انها فقيرة، رغم انها أرملة، يعني عليها مسؤوليات كتيرة، مش ست كده قاعده مرتاحه عندها جوزها يروح يشتغل ويجي يديها الفلوس. لكن كانت امراه مميزه. المسيح نبر قوي على كيف. واضح قوي انه الاغنياء كانوا جايين بكل كبرياء ويقولوا له يعني اتفضل بقى، احنا حطينا الفلوس الكتيره دي. فاحنا ما نعرفش هم حطوا قد ايه. حتى المراه الفلسين دول ما فيش حد يقول الفلسين دول فعلا كانوا فلسين ولا لا، لكن بمعرفة الله لانه الله كان عارف الفلسين دول. حتى لو ما عنديش حاجة اقدمها الرب لسه بيبقى عايز الحاجات الصغيرة اللي عندي. بحب اتعلم منها. طب كل ما تملك اديته. هي اعطت كل ما عندها، فهي اعطت اكثر من الجميع. دي انسانة ضحت وقدمت للرب كل ما عشتها. لما ارزت الفلسين دي ما تكسفتش من عطاياها اللي ادته للرب، ما همهاش الناس اللي بتدفع ملايين ولا اي حاجه. فقيره لكن سخيه.
حطت المودود معاه اللي بين ايديه قدمت له الرب. ان المادة مهما كانت ما تبقاش عائق في العطاء. زيت الفستان دفعت كل ما عندها، قال لهم عظيمة هي إيمانها المرة، دفعت كل ما تملك، انت ما تدفعوا من الفضل بتاعتكم. والحاجة التانية اللي حاسة انها مهمة قوي ان احنا نعرفها، ان الفلوس اساسا ملهاش قيمة في ملكوت ربنا. الفلوس ملهاش قيمة صحيح في ملكوت ربنا، لكن زي ما قلنا انه اعطت فلسين، الفلسين دول كانوا اصغر عملة في الوقت ده في عند اليهود. وقال ان هم الفلسين قيمتهم ربع، والربع ده القيمة الرومانية للفلسين في اليهودية يعني. فكان عايز يعرف انه دي اصغر قيمة، مفيش حاجة اقل من كده، مفيش حاجة اقل من كده ممكن الست دي تحطها. نعم. لكن ليه يسوع حس انها كبيرة قوي؟ كبيرة قوي قوي لانه الكتاب بيقول انه من اعوازها القت كل ما عندها، كل معيشتها. نعم. فالمسيح بيعلمنا هنا ان العطاء مش انا عندي قد ايه وبقيسه بقى هحط قد ايه، لكن نعم. ممكن النهارده ربنا بيقول انه يمكن تكوني فقيره قوي ويمكن ما يكونش عندك فلوس خالص، لكن انا النهارده بقول لك تعالي اديني. اول حاجه يسوع اعتقد انه بينبر عليها هنا ان انا اعطي قلبي، دي اكتر حاجه مهمه في العطاء. نعم. يمكن ما يكونش عندي فلوس، لكن يسوع النهارده بيقول لنا تعالي ادي قلبك. يسوع قلبك اهم حاجه، وبعدين بقى هتعرفي لو انا ما عنديش فلوس في حاجات كتير قوي قوي ممكن اديها. نعم نعم، ده حقيقي. انا نفسي قبل ما اسالك سؤال تاني بفكر فيه ويجي تلقائيا من القصه، نفسي منى توضحي عباره قلتيها ويمكن غريبه على المشاهدات النهارده، يعني ايه الفلوس ملهاش مكانه في ملكوت الله؟ ممكن تقولي لي اكتر يعني ايه العباره دي؟ اللي انا اقصده انه المسيح غني قوي. نعم. وانه مش محتاج لفلوسي، مش محتاج لفلوسي. لكن الـ القيمه مش في فلوسي انا بديها قد ايه، لكن في اتجاه قلبي انا بديه. ممكن اكون فقيره وفعلا ما عنديش فلوس وادي قروش صغيره او عملتي الصغيره اللي انا اديها، والمسيح بيقول لي قيمتك، قيمه الحاجه اللي تديها كبيره قوي عندي، عشان قلبك كان عايز يدي، قلبك كان عايز يدي. عشان كده الفلوس في حد ذاتها ملهاش قيمه في ملكوت ربنا، لكن القيمه عندي يسوع اني ادي بفرح، ادي واتجاه قلبي عايز ادي، عايز ادي، مش متضرره وانا بدي، مش متعظمه على ربنا واقول له اه اتفضل انا اديتك كتير ومنتظره بقى انك تباركني. هو ده الاتجاه، اني بدي من احتياجي زي ما كانت الست دي، سواء الحكاية دي كانت فلوس أو كانت لو كان عندي أو كانت محبة. ممكن كتير قوي بحس إن المحبة دي حاجة مش كل الناس بتديها، لكن أنا ممكن أديها. ممكن يكون عندي وقت بستثمره مع الناس في العطاء. فالحاجات كتير قوي قوي ممكن نفكر فيها، الحاجات اللي أنا ممكن أديها غير الفلوس دي. لو أنا عايزة يعني أتخيل القصة دي في وقتنا المعاصر ده، تفتكري القصة دي بتتكرر؟ أن يبقى فيه أغنية ويبقى فيه أرملة وفي خزانة، نقدر نترجم القصة دي بلغة العصر الحديث اللي احنا قاعدين فيه؟ هذه ممكن طبعا جدا نترجمها، ودي بتظهر قوي في مش هقول في الناس الأغنية، ممكن قوي يكون ناس ما عندهاش فلوس وبتظهر فيها حاجة زي كده. إنها مش لما بتيجي وإحنا أساسا طبعا مش بنتكلم عن العطاء اللي إحنا بنديه في الكنيسة، يعني العطاء اللي بنديه في الكنيسة ده حاجة مهمة، لكن العطاء اللي بيتكلم عنه المسيح أساسا عطى الفلوس ده أقل حاجة بنتكلم عنها، لكن عطى الوقت زي ما قلنا، وعطى المحبة، وعطى ممكن مثلا يكون عندي تليفون وممكن أكلم الناس تليفون أسأل عليهم. ممكن يبقى في ناس مش غنية ومش بتدي وفي نفس الوقت
طالبة مثلا ان يكون عندها حاجات ربنا يباركها فيها يعني. فممكن الحكاية دي تتطبق بالطريقة دي، انه ممكن يلاقي ناس اغنية مش بيدوا الناس اللي محتاجة، ويمكن ده الفرق اللي احنا بنعيش فيه او الكرايسيس اللي احنا بنعيش فيها في الوقت ده، الازمة اللي الناس عايشة فيها في العالم في الوقت ده. لكن لو انا عايزة اترجم القصة دي، ممكن اشوف حد غني دلوقتي قوي وبيطلع من جيبه أو من شنطتها مبلغ معين، ورقة معينة، وتبقى جنبها أو في نفس الظرف أو في نفس المكان حد فقير قوي وما عندوش يدي، لكن قلبها نفسها تدي. نرجع لنقطة الاتجاه القلب، أنا عايزة أشوف ربنا يحكم إزاي على الاثنين دول. إيه رأيك؟ على اتجاه القلب زي ما قال على الأرملة، قال الأرملة أكرمها وقال إنها الأرملة دي رائعة والأرملة دي حلوة قوي، لأنها بتدي ومش منتظرة. صحيح، يعني بتدي ومش منتظرة أي حاجة غير إنها عايزة تدي. صحيح، وده اللي المسيح بيعلمه لنا. زي ما أنت تقولي إنه ممكن تكون واحدة غنية وعندها فلوس كتير قوي وبتدي وهي متكبرة متعظمة، حاسة انها بتساعد ربنا في العطاء. عشان كده الفلوس زي ما قلنا ملهاش قيمة في ملكوت ربنا، لان الله غني. صحيح، وهو اللي بيدينا اساسا. فاتجاه القلب مهم قوي الحكاية. وبعدين عايزة اقول حاجة تاني يا كريستين، ان العطاء ده قرار. يعني انا بقرر ان انا اعمل حاجة زي كده بغض النظر عن مصادري. بالظبط، بغض النظر عن مصادري، بغض النظر عن عندي قد ايه. نعم، لكن انا بقرر ان انا ادي. نعم، حتى لو كان عندي اعواز زي ما قال ان الكتاب عن الارمله انها كانت محتاجه. الوضع الطبيعي والعقل بيقول اني الحقيقه انا محتاجه النهارده، عندي عيالي في المدرسه لازم البسهم، عندي اكلهم، فعقلي بيقول اني محتاجه. لكن رغم هذا انا قررت ان انا ادي. قررت ان ادي فلوس، قررت ان انا ادي وقتي، قررت ان انا ادي محبتي، قررت. فالعطاء قرار. في بركه للعطاء والقرار لما يتاخد في وقتها وساعتها، في بركه. صحيح، مفروض ننتظرها. صحيح، الكتاب بيقول انه مغبوط العطاء اكثر من الاخذ. يعني ايه؟ يعني يا فرح يا بخت الانسان اللي بيدي. بس دي مش غريبه شويه؟ دي معادله غريبه. يعني انا اطلع من اللي عندي وانا محتاج وادي ومفروض افرح؟ معادله يعني طبعا معادله غريبه. انا متهيالي انه الحياه عن المسيح عامه غريبه. نعم، وجمالها ان انا اعيشها. نعم، مش جمالها ان انا اصدقها واحسبها بالورق والقلم. نعم، بالضبط كده. العطاء بركته، ما اقدرش اقول ان انا لو عملت بالظبط الحكايه دي هيحصل الموضوع ده، لكن كلمه ربنا بتعلمني كده ان انا اصدق اللي بيقوله ربنا. البركه اللي بتحصل انا اوقات مش بنتظرها. يعني ما بقولش ان انا هدي من وقتي، هدي من فلوسي علشان اخد. لا، مش هي دي البركه بتاعت العطاء. بركه العطاء بتدي من غير ما تنتظري. والكتاب قال كده، مغبوط يعني يا سعادته، يا هناه اللي بيعمل حاجه زي كده. وفي نفس الوقت بيقول انه ربنا هيدي، مش لما بيدي بقى بيدي كده بالشح، لا، ده بيقول انه بيدي في احضاني كيل ملبد مهزوز. يعني ايه؟ عارفين احنا الكيل، انا جايه من بلد صعيد وبحب قوي المثل ده، لانه بيعبر عن انه الكيل ده، الكيله بتاع الحب بيدهاني، بيقعد يغرس يغرس. فربنا بيقول ان هو بيتم بيغرسه قوي قوي وبيلبده، يعني بيهزه جامد. نعم، علشان يتاكد ان كل فراغ اتملى وبعدين يفيض. امين امين. فهي دي كلمه ربنا. امين، هي دي كلمه. امين. قبل ما ندي وقتنا او فلوسنا او امكانياتنا او 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 ايه رايك في ان احنا ندي القلب؟ انا عايزه في الدقيقه اللي فضلنا في حلقتنا الوقت معاكي، عايزاكي توجهي كلمة للمشاهدة وتقولي لها انه فلوسها مش هتهم قبل ما تدي قلبها لما واحد. ياريت توجهي كلمة للمشاهدة دلوقتي. صحيح اختي المشاهدة، انت غالية قوي قوي عند ربنا. والنهاردة ربنا بيقولك لو انت كنت ما عندكيش فلوس وبتقولي انا ما عنديش حاجة اديها له، انا بقولك النهاردة عندك حاجة ما فيش حد غيرك يقدر يديها له، وهي قلبك. تعالي ببساطة وقولي له رب انا عايزة اديك قلبي النهاردة، وعايزة
انك تكون انت ملك فلوسي بعد كده، وملك وقتي، وملك مواهبي، وملك كل امكانياتي. بس النهارده بقول لك انت غاليه قوي عند ربنا، وعايز اكتر حاجه، اكتر قبل فلوسك وقبل وقتك، عايز قلبك. تعالي النهارده اديله قلبك، مش هتندمي انك عملتي حاجه زي كده، بل بالعكس حياتك هتكون غنيه بيه، غنيه بيه، ربنا بيحبك. شكرا يا منى على الوقت الرائع، وشكرا على درس جميل، ان اتجاه القلب هو اللي ربنا بيحكم عليه. ربنا يبارك حياتك ويديكي دايما انك تدي. ميرسي كريستي. جاي قدامك بركع واسجد واعلي واسكب نفسي وكل ما ليا واخضع لي. جاي قدامك بركع واسجد واعلي واسكب نفسي وكل ما ليا واخضع لي. جاي وبقول لك بارك نفسي وردني لي. أرملة فقيرة أعطت كل ما عندها ومخبتش حاجة لنفسها، وحطت العطية بتاعتها في الخزانة وسط أغنياء كتار مليين الساحة، وراحت وهي مكسورة وبتحط كده شوية شوية. واتكلمنا النهاردة مع منى عن اتجاه القلب، وأنا بسألك النهاردة وبقولك يمكن تكوني أنت أرملة، أو يمكن تكوني مش أرملة لكن فقيرة، أو يمكن تكوني أرملة وفقيرة، أو يمكن تكون مصادرك المادية محدودة للغاية. بمختلف أحوالك ومختلف ظروفك المسيح شايفك، والمسيح بيأتي قريبا جدا منك وبينظر إلى أعماقك واتجاهات قلبك. الحاجة دي حلوة لكن تخوف. حلوة لأن دي معناها أن المسيح شايف اتجاهات قلبي المظبوطة، لكن تخوف لو اتجاهات قلبي مش مظبوطة. لكن احنا النهاردة موجودين في البرنامج علشان نقدر نساعدك ان اتجاهات قلبك تبقى مظبوطة. نعمل كده ازاي؟ عايزاكي تفتكري في نهاية برنامجنا النهاردة ان في حد افتقر وهو غني، وهو المسيح يسوع. لما قرر ان يجي زي ما سمعنا النهاردة من منى، العطاء قرار، المسيح كمان قرر. الله قرر ان المسيح يجي على الارض ويتولد، ويتولد من عيلة فقيرة جدا، ويتولد في اسطبل كان في حيوانات، وما كانش له اين يسند رأسه لما كبر، وهو قال كده للثعالب او جرى ولا طيور السماء او كار، لكن ابن الانسان
ما كانش له حتة يسند راسه فيها. الغني صاحب الكون، معلق الأرض على لا شيء، المتحكم في كل حاجة، افتقر علشان يقدر يوصل لحد زيي وحد زيك النهاردة. هو مثلنا في العطاء، هو أدى نفسه علشاننا. وعشان كده عايز أقولك إن هو يقدر يصلح اتجاهات قلبك. اتجاه قلبك الأولاني يتصلح لما النهاردة تقعدي وتفكري وتقولي يا ترى أنا قلبي بتاع مين؟ يا ترى أنا أديت قلبي لمين؟ يا ترى اتجاهات قلبي حقيقية ولا مش حقيقية؟ ادي له قلبك النهاردة وقولي له اسكن فيا، ادخل فيا، وعرفني معنى العطاء الحقيقي. المسيح قال كنت عريانا ولم تكسوني، وكنت عطشان ولم تسقوني، وكنت جعان ومحدش أكلني. والتلاميذ قالوا احنا منين، من امتى كنت جعان ومحدش أكلك؟ قال لهم اذا ما كنتوش فعلتم هذا بإخواتي الأصاغر فما عملتوش بيا، لكن اذا فعلتوه بإخواتي الأصاغر فبي قد عملتم. علشان كده لما تدي كاس ماء بارد مش بس لا يضيع أجره، لكن انت اديتيه للمسيح يسوع. الأمور عجيبة، لكن زي ما فهمنا انه كل المسيحية وأمور الله في حياتنا المسيحية عجيبة. يعقوب في رسالته بيقول لنا الديانة الطاهرة هي افتقاد الأرامل وافتقاد اليتامى. دوري على الناس اللي في محيطك محتاجين، مش بس محتاجين فلوس، لكن زيارة، محتاجين أكل، محتاجين شرب، رعاية، تليفون، سؤال، طبطبة، حضن، محتاجين حاجة نفسية، أوصل لهم. دي الديانة الحقيقية. إذا كنت بتحبي رب يسوع أوصلي للناس، طلعي من اللي عندك، من جيبك، من قلبك، من مشاعرك، من طاقتك، من صحتك، من مجهودك. وانت بتعملي كده افتكري زي ما تعلمنا النهاردة، المعطي المسرور هو ده اللي ربنا بيحبه، المعطي وهو نفسه يعطي. يمكن تكوني قاعدة قدامي النهاردة تقولي أنا فعلا ما عنديش، فعلا ما عنديش حاجة. الله شايف اتجاه قلبك ومبسوط بانك تقولي فعلا ما عنديش، لكن أشواقك النهاردة هو مقدرها وهو عارفها وهو هيكافئك عليها. لكن وانت بتدي من فضلك، من فضلك احكمي على اتجاه قلبك. انا بدي عشان ايه؟ عشان الناس تقول، عشان الصوت يرن، ولا عشان المسيح يفرح؟ اوصلي لاخواتك الغلابة واديهم وقولي له يا رب منك واعطيناك. حتى لو خاب الامل والمشاكل مليها حل والمصاعب لا تحتمل، مش هسلم للفشل، شمس رب بترد فيا الروح وتخلقني للامل. هو ايه معنى الحياة لو مفيش فيها امل؟ في رجاء وامل. الفقرة بتاعتنا الحالية دلوقتي الرد على الأسئلة، واحنا مبسوطين يكون معانا النهاردة أسيس إليا موريس، دكتوراه في علم مشورة الأسرة والطفل. أهلا بيك أسيس إليا معانا. أهلا بيك. أنا أحب أقرأ لحضرتك السؤال، وأنا بصلي من كل قلبي أن طلبتين الحقيقة، أن المشاهدة اللي كتبت السؤال تكون بتشاهد النهاردة معانا البرنامج، وأن ربنا يدي حضرتك حكمة خاصة في الإجابة على السؤال. السؤال بيقول ابني تزوج على الورق في المحكمة حتى يبقى في بلد خارجي وتكون أوراقه في هذا البلد سليمة، أشعر بعدم الارتياح. هو يقول لي هي ليست زوجة وأنا لن أتزوجها، هي كشركة ثم ننهيها بالاتفاق، ويقول لي هو عقد وليس عهد أمام الله والناس. هل موقف ابني سليم؟ هي ده واضح أنه شخص بيحاول يعيش برا، نفسه يعيش في خارج البلاد. نعم. ويبدو أن اتقفل أمامه القنوات الشرعية، فبيبحث عن طريقة أخرى علشان يثبت أقدامه في البلاد. نعم. الحقيقة ده نوع من التحايل على القانون، مستخدما بذلك وسيلة مقدسة وهي الزواج، لأجل الوصول إلى هدف أرضي وقتي وهو الإقامة في الخارج. نعم. مش هقدر أتكلم وقت البرنامج ما يسمحش أتكلم على أنه الحياة في الخارج ما هياش السماء وما هياش يعني النعيم،
لكن اللي عايز أقوله موقف هذا الشاب الحقيقة مش صحيح لأسباب. السبب الأول أنه ده يعني اتجاه قلب غير سليم أمام الله. الموضوع مش أنه حصل على الإقامة بطريقة أو بأخرى، الموضوع أن عنده الاستعداد يمضي على ورقة زواج قدام محكمة. أنا أؤمن أن حتى المحاكم اللي في الأرض دي كلها بسماح من الله، والكتاب المقدس بيعلمنا أطيعوا الرؤساء وأطيعوا السلاطين وأطيعوا القوات اللي موجودة. يبقى التحايل على القانون للوصول إلى رغبة أو هدف ده في حد ذاته شر، وعلمتنا كلمة الرب امتنع عن كل شبه شر. أمر كمان، إذا بدأ شخص يمضي على ورق رسمي أمام الدولة وهو من كل قلب بيقول هذا عقد وليس عهد، زي ما حضرتك قلت تقريبا في السؤال، يبقى عارف كويس جدا أن الزواج عهد، لكنه اتخذه كوسيلة للإمضاء على عقد. أنا عايز أقول أن ده بيفتح باب على هذا الشاب أن يمضي بعد كده على أوراق أخرى، تاخذ قرارات أخرى، وده يكون بداية لطريق بعيد كل البعد عن بركة ربنا وفكر ربنا. لو ربنا عاوزك تعيش بره، هيفتح لك الباب السوي، الباب المظبوط اللي خليك تعيش بدون أرق. وأنا بصلي لأجل هذه الأم الغيورة على مستقبل ابنها، تصلي لأجله، ومهم جدا صلاة من أجل حياته الأبدية. لو إنه الابن بيختبر فعلا معية الله في حياته، بالتأكيد نتيجة تحصيل حاصل سيرفض كل ما هو ليس صحيح. شكرا جزيلا على الإجابة. أنا بشجعك أختي المشاهدة أنك تفضلي تكتب لنا على البرنامج بكل أسئلتك اللي محيراكي اللي تعباكي، وبصلي كمان أنك تواظبي على البرنامج علشان تقدري تكوني من اللي بيتابعوا الأجوبة على الأسئلة. من فضلك اكتبي لي على العنوان الموجود أسفل الشاشة، أو كلميني بالتليفون، أو ابعتي لي بالبريد. وثقي تماما في أمرين. الأمر الأول أن إحنا بنصلي لأجل كل سؤال بيوصلنا للبرنامج، بناخد كل سؤال ببالغ الأهمية. والأمر الثاني اللي عايزاكي تثقي فيه إن إحنا مش بنطلع الأسئلة بتاعتك لحد برة، إحنا مش بنفضح الناس في البرنامج بتاع ليا رجاء، لكن إحنا بنستر وبنخبي الأمور، وإحنا بس بنستضيف المتخصصين في البرنامج علشان يجاوبوا على أسئلة اللي محيرانا، لغاية لما نتقابل مرة تانية في حلقة تانية. ربنا معاكي. رجاء وأمل في الحياة بلا ملل، في احتياجي وفي العمل، في امتحاني وفي الألم، لو نزلت للحبيب برضو لسه في أمل. هو إيه معنى الحياة لو مفيش فيها أمل؟ لي رجاءٌ.